السلام عليكم اول شيء نتكلم عنه هو انه كان في مؤتمر كذا تبع فاينل فانتسي فطلع فيها الملحن حق فاينل فانتسي 12 وقال ايش قال انه راح يكون في ريميك لفاينل فانتسي 12 بدون ما يذكر متى راح ينزل هو شيء متوقع ان نشوف فاينل فانتسي 12 مره ثانيه خصوصا ان فاينل فانتسي 10 و10 2 نزلت نسخة الماستر على جهاز البلاي ستيشن 3 ونزلت على الفيتا وكانت شيء جدا ناجح فكان متوقع انه شو 12 بس الغريب انه هو يقول ريميك ما قال ريماستر فهل من المعقول انهم يعيدون اللعبة من الكامل من البداية احنا نعرف انه ريماستر هو انهم يصلحون الرسومات شوي ريميك يعيدونها من البداية فالمتوقع انه هو خان التعبير يبغى يقول ريماستر قال ريميك فاينل فانتسي 12 كانت نزلت عام 2006 على بلاي ستيشن 2 وكانت جزء جدا ممتاز على الاقل من ناحية اللعب ممكن القصة شوي في كثيرين ما حبوها مرة لكن الجيم بلاي كان جدا ممتع نتمنى نشوفه اكيد وبما اننا نتكلم عن فاينل فانتسي خلينا نتكلم عن فاينل فانتسي 7 ريميك الكلام الان تسوي نمورا الشخص المسؤول عنها يقول ايش يقول انه اسلوب القتال في هذا الجزء راح يتعدل ليش لان النسخه الاصليه نزلت على جهاز بلاي ستيشن 1 في التسعينات انه اسلوب القتال حق الحين ما صار يعني محبوب كثير فهذا الشيء خلى في شويه مشكله مع الفانز لان الفانز يبغونها تكون نفس الشيء القديم يقول لك احنا حبينا اللعبه القديمه نبغاها زي ما هي لكن برسومات كويسه لكن هم واضح انهم يبغون يجذبون جمهور جديد، هو يقول لنا التغيير يعني ممكن ما يكون هذاك التغيير الكبير مرة اللي تحس انها لعبة مختلفة من ناحية اسلوب القتال، لكن يعني بيحاولون يحافظون على اهم العناصر، الاسلوب القديم معروف انه هو اسلوب نظام طقني وطقك زي ما يسمونه كثيرين، لكن النسخة المعدلة الجديدة الريميك يتوقع انها تكون شيء قريب ل 13، ممكن تكون شيء قريب ل 15، ما الحفاظ على بعض العناصر القديمة، ما نقدر نحكم اكثر لما نشوف، كمان قال انهم الحين جالسين يتفرجون على فيلم فاينل فانسي 7 اللي هو ادفنت شيلدرن اللي كان برضو نزل من زمان، فيقولون انهم راح يحاولون يستوحون تصاميم الشخصيات من هذاك الجزء، ويتوقع ان هذا كان شيء واضح من التريلر شفنا تصميم كلاود تصميم شخصيه شو اسمها اللي يد الرشاش نسيت لكن كان واضح انه بارد اتوقع ممكن لكن واضح انه راح يكون شيء 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 جدا قريب للفيلم لا تنسوا يكون كمان حلقه اخبار اللي فاتت من جيم دوس عرفنا كذا فشاح اشياء وكمان حلقه فيصل اللي فاتت من التكبيلز صور عند البحر يقول في منطقه حلوه وكذا نعرف ايش ترى هايط علينا كثير المنطقه هذه اللي صور فيها فاتفرج شوف اذا المنطقه تسوى الهايط هذا كله ولا لا اي اي اعطونا ارقام حلوه بخصوص جهاز بلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1 يقولوا لك ايش انه من يوم ما نزلوا الجهازين لهم تقريبا 20 شهر ان مبيعاتهم مقارنه بالبلاي ستيشن 3 والاكس بوكس 360 خلال 20 شهر ان مبيعات الاكس بوكس 1 والبلاي ستيشن 4 اكثر بنسبه 40% و44% تقريبا هذا معناه ان الاجهزه الجديده جايس جايسه جالسه تنباع بشكل افضل من جهاز البلاي ستيشن 3 والاكس بوكس 1 وهذا الشيء يفترض انه يحمس المطورين انهم يقدمون لنا العاب على هذه الاجهزه الان ويسحبون خلاص على الاجهزه القديمه لعبه براذرز اوف 2 سانس كنا لعبناها على جهاز البلاي ستيشن 3 والاكس بوكس 360 الان عرفنا متى راح تتوفر باذن الله تعالى على جهاز البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1 التاريخ اللي تم تحديده هو 12 اغسطس للنسخه الرقميه و4 سبتمبر لنسخه العلبه نسخه الجوال اللعبات للحين ما تحدد موعدها واللعبه هذه ترى جدا ظريفه يعني وراح تاخذ منك يمكن ساعتين ثلاثه بكثير عشان تخلصها فكرتها حلوه مخرج اللعبه عربي فوانت تلعب راح تسمع كلمات شويه ما هي غريبه علينا مخرج لعبه ريزيدنت ايفل ريميك ريماستر من خلال صفحه ريزيدنت ايفل على الفيسبوك كتب انه الان يبغى يعرف كيف الجمهور يبغون ريزدنت ايفل 2 ريميك خبر جدا حلو ريزدنت ايفل 2 يعني من الاجزاء اللي جدا محبوبه وكثيرين كانوا طالبون انه مو بس ريزدنت ايفل الاولى او زيرو هي اللي تحصل على ريميك كانوا يعني يبغون حتى 2 و 3 والان شكلهم فعلا راح راح يسوون ريميك للجزء الثاني ونتمنى ان شاء الله نشوف للثالث فعموما من هذيك الصفحه تقدرون تردون رابط الصفحه موجودة تحت تقدرون تقولون وش تبغون تشوفون في هذا الجزء وكيف تبغونه مو بس كذا الرجال حتى تحمس وارسل خطاب رسمي للاداره اللي عنده فوق انه يبغى يشتغل على ريزدنت ايفل 2 ريميك فمبروك الفانز. طيب مبروك انه يعني بدا الموضوع أنهم يعني بيشتغلون عليه بشكل رسمي لكن هل راح توافق الاداره ولا لا وبما اننا نتكلم عن ريزيدنت ايفل تذكرون ريزيدنت ايفل اللي هي امبريلا كوربس كنا تكلمنا عنها تقريبا الحلقه اللي فاتت او اللي قبلها اللي الجزء راح يكون يعني الاجهزه المحموله وكذا الان في اشاعات ايش تقول تقول ان الجزء هذا ما راح يكون لعبه راح يكون عباره عن مسلسل تلفزيوني انا ما ادري كيف راح يكون مسلسل تلفزيوني وهم معنيين الاجهزه المحموله وكذا لكن عموما لو كانت صدق هم يقولون راح يكون ايش انه بطل الجزء هذا راح يكون محقق في مدينه راكون وانه يحقق يعني في الاشياء اللي جالسه تصير واكيد راح يصير فيها هجوم زومبيز واشياء زي كذا لكن الفكره انه راح يكون شيء قريب من ذا Walking ديد ما راح يكون شيء يشبه الافلام حق ريزدنت ايفل اللي كنا شفناها فالله اعلم غالبا الاشاعه هذه ما هي حقيقيه لكن ننتظر ونشوف بينا نتكلم عن كابكم في عندنا هنا برضو بخصوص ستريت فايتر 5 في عندنا منتج اللعبه اللي هو اونو وش يقول يقول ان اطلاق اللعبه راح يكون موحد في كل انحاء العالم ما في اليابان تاريخ امريكا تاريخ اوروبا تاريخ كله راح يكون في موعد واحد الجزء هذا يعني من قبل ما ينزل الجمهور جدا متحمس له وفي انطباعات جدا ممتازه خصوصا مع الاشياء اللي تقدمها كابكم مع هذا الجزء من ابرزها ان اذا انت عندك النسخه حقت بلاي ستيشن 4 تقدر تتحدى الشباب اللي يلعبونها على البي وهذا هذا جدا جميل واشد جدا جميل انا مكلش بزياده اليوم فاتوقع ان كذا كفايه عشان ما اجي بعيد اكثر من كذا يعطيكم الف عافية على المتابعه تنسون تعطونا لايك سبسكرايب وشير عشاني كل عشان نقدم لكم محتوى افضل كان معكم احمد محفوظ سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت لا وأتوب اليك السلام عليكم